ننتقل إلى مصر، حيث أدت الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشهدت الحكومة تعيين عدد من الوزراء الجدد. السيد الدكتور سامح أحمد زكي الحفني وزيرا للطيران المدني. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، ونرى مصالح الشعب رعاية كاملة، ونحافظ على استقلال الوطن ووحدته وسلامة أراضيه. السيد المهندس شريف مجدي حسين أحمد الشربيني وزيرا للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. السيد علاء الدين فاروق زكي السيد وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضي. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. السيد المهندس محمد إبراهيم أحمد شيمي وزيرا لقطاع الأعمال العام. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. السيد المهندس حسن محمد حسن الخطيب وزيرا للاستثمار والتجارة الخارجية. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. السيد محمد عبد العزيز جبران عبد الحليم وزيرا للعمل. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. السيد الدكتور أحمد فؤاد عبد السلام هنو وزيرا للثقافة. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. السيد الدكتور محمد أحمد عبد اللطيف رمضان سعد وزيرا للتربية والتعليم والتعليم الفني. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. السيد المهندس كريم إبراهيم علي بدوي وزيرا للبترول والثروة المعدنية. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه.